لافروف وكيمون يؤكدان ضرورة حل الأزمة في سوريا عن طريق الحوار، ويدعوان للإسراع بعقد المؤتمر الدولي بهذا الشأن. هلا طلعنا من الجامع مسيرة مؤيدة للجيش العربي السوري اللي خلصنا من الإرهابية المرتزقة. مسيرة حاشدة لأهالي تلك الأخبري في حمص دعما لجيشنا الباسل في حملته على الإرهاب ومرتزقته. مطلوب منا انه احنا نكون مع نفسنا قبل ما نكون مع سوريا، لانه احنا عم نكون مع نفسنا احنا مع سوريا. فعاليات فلسطينية في بيت لحم تجدد تضامنها مع سوريا لكسر المؤامرة التي استهدفت فلسطين قبل سوريا. آلاف الأتراك يتظاهرون قرب مقر حكومة أردوغان في اسطنبول ويحملونها مسؤولية التفجيرات الإرهابية في الريحانية. مقتل أكثر من 50 عراقيا في تفجيرات إرهابية جديدة، والقوات العراقية تلقي القبض على 3 خلايا إرهابية وتصادر أسلحتها.